أنا مثل ما قالوا لي جدي وبي الأصل الثلاثة بتجي من إسرائيل، عندي فلسطينية يعني هاي أصل الثلاثة، بس كل واحد بيعملها بطريقة شو نحن بنعملها دايما أطيب منه، ما بعرف عنو دقة أنا برا سويسرا دقة كندا ماني أطيب، عند اليهود يعني مش مهم بيقولوا لي في سورية فين بيقولوا لك مصرية فين لا السوريين أخذوها منه المصاربي بيعملوا طعمية ما بيعملوا فلافل في فرق بين الطعمية والفلافل الطعمية بتجي خضرة من فوق من طلع تيلا وشان عربة بتقولها تسمرة خضرة بتقولها بقدونس بتقولها غير نعمة أنا في جنون هيك لون ساطع هيك في المشوية كيف اللحم بعشين هيك دقيقة عليها ونحط فلافل نية عليها ونشويها بالفرن. المصلحة تاعيته كل إنسان بيحط الخلطة اللي بده إياها، في منها الخلطة الصيفية وفي الخلطة الشتوية، ليه؟ لأنه بالصيف الطقس حار بيحطوا خلطة كتير خفيفة، هلا ما كل المعلمين بيستعملوا هيدي المسألة، نحن بنستعمل فلافل طبوش بنستعمل بهارات حسب الفصول، تاريخ الأكل من أكثر من 100-150 سنة أساسها على ما أعتقد هي فلسطينية، على أساس أنه كان بيقولوا أنه فلسطين عكا أم الفلافل، عرفت كيف؟ بالأساس أكلة عربية لما غربية ولما أي شيء تاني بامتياز عربية،